من دخلت هوك انحرفنا عنها وطبينا المدينة شيخان اللي بيها معمد تلالش أزيدي، مكان مقدس ودهوك هي مركز من المراكز الرئيسية بالعالم للأزيديين. مدري أنا مصطفى دا يريح يوم طريق الرجعة راح يصير عالية. الشيخان حقيقة مرتبة. الشيخان؟ إيه مرتبة ومنظمة وشجرة. مركز المدينة، مدينة شيخان. حديقة الشهداء. مع الأسف ما راح أقدر أوصل المعبد لأنه الأمطار شديدة وهذا وضعنا. كلش ممطرة والطريق طيني صاير زلق. ما أقدر أخاطر بالدخلة هذه. اسحب كلامي السابق مال ما نقدر نوصل. لقينا طريق ثاني. احنا هسه بمركز قضاء الشيخان. هذا قضاء الشيخان. قضاء مرتب منظم وحلو. وهو القضاء ما يدري تابع الكرد للموصل لو تابع للهوك. هو ما يدري القضاء. الديانة الإيزيدية هي أقدم الديانات التوحيدية. هي ديانة تطورية تحولت من عبادة متعددة الآلهة إلى تحويل هاي الآلهة المتعددة إلى ملائكة. يمتد أثرها من العهد البابلي وحاربتها الزرادشتية وكفرتها وهي شوهت سمعتها. لغة الأزيديين هي الكرمنجية الكردية وزيهم زي عربي. يعتز الأكراد كثيراً بالأزيديين، يعتبروهم هم أصولهم، يعني الأزيديين هم الأكراد قبل الإسلام. منطقة جبلية وعرة يعني. Turn left. كما مرشحين هذا قرب معبد لالش. أكو مصفى تكرير. مدينة يعني. شوف الأجواء شلون صايرة. الغيوم نازلة والمطر خفيف. مطر خفيف بس يصير قوي. وهذا المدخل مال معبد لالش. معبد لالش هو مكان الحج الرئيسي للأزيديين. يعني كأنما هو مكة المسلمين. أخذ صيتة واشتهر كلش من سكن بي الشيخ عديب المسافر. الشيخ عديب المسافر متصوف مسلم حقيقة، لكن صار من الشيوخ هم يعتبرون. أكو تزاوج صار بالديانة الإيزيدية مع الديانة الإسلامية وصارت تعتبر في بعض الأحيان من الحركات الصوفية. معبد لالش بي الضريح مع الشيخ عدي ابن المسافر. هسه راح نشوفه وندخل. الشيخ عدي بن المسافر اجى هنا حتى ينعزل، المنطقة معزولة وطبيعية جميلة ويتأمل. مكان خاص بالصوفيين حقيقة. هذا المنظر بالربيع وحتى بالصيف توقعها كلش جميل. هسه جميل ايضا. هاي الجارتين Thank you.
ربع لازم ننزع احذيتنا رغم الجو مطر ويعني الطين صاير بس لازم ننزع احذيتنا هذا مكان مقدس بالنسبه لنا لازم ندخل معبد حفاي هاي المنطقه كلها منطقه معبد وهاي البدايه ولو التشبيه مو مناسب بس حقيقة دا أحس نفسي بداخل فيلم من أفلام هاري بوتر هذا المعبد الرئيسي كاكاو هذا المعبد الرئيسي معبد الرئيسي 360 مزار بهالمنطقه 66 66 مزار مقام يعني مو مقام نعم نعم مقام تفضل من هنا تروحون على الصحن مال معبد الرئيسي نعم بعدين باب الشب عادي باب الشب عادي نعم هذا الصحن الرئيسي مال المعبد هنا تقام المراسم الدينية والإيجابية. نعم. ذاك باب الشيخ عادي. باب الشيخ عادي مفتوح؟ مفتوح. يدرون فيه. جوبة العتبات تجاوزه. نعم. نعم. أكو مرقد عمو. ها؟ أكو مرقد جوبة. هي أكو مرقد. ضريحين منو؟ شيخ عادي وشيخ حسن. شيخ عادي. شيخ عادي وشيخ حسن. نعم. سادان من المعبد. نعم سادان المعبد. نعم. هنا. المجلس الروحاني اليزيديين يقعدون هنا مكان بابا الشيخ يسمونه الأب الروحي لليزيديين رئيس الطائفة اليزيدية الأمير حازم تحسين بق يسمونه نعم هنا الأشجار القديمة الموجودة بالمنطقة يطلقون عليها دار القلندرة دار القلندرة شجرة الدراويش وإيش اسمه هنا يقعدون نعم أنا الباحث الرئيسي أكو طقس ديني يشاركون بها 14 شخص نعم يسمونه السماء يعني السماء يعني الرقصة الدينية الرقصة الدينية السماء 14 شخص 14 شخص يشاركون بها نعم تقدمهم الفقير يعني من إحنا واحد من عندنا نعم يكون لابس لبس خاص يسمونه الخرقة يعني جماعة شكل المتصوفة نعم ايه. الأشون المولوية مال واضح. جلال الدين الرومي مال جماعة الخرقة بعد ايه. الجنيد يعني حلاج على طبعا يعلق نار إيه هنا أكو شمعدان يعلق بيها النار ويفترون كل واحد يلبس له اللبس الخاص الديني نعم يفترون هنا ثلاث نوبات وبعدين يتجهون على الباب شيخ 14 14 بالعدد ايه. ليش؟ ترمز شنو؟ احنا نقول بالمثل الجليزيدية شبه مقدس ما مقدس نعم. يعني شبه مقدس نعم. يعني نحترمها نقول سبع ملائكة أكو صحيح سبع طبقات السماء أكو سبعة مال الأرض يسمونها نعم أنتم دكاترة تعرفون هالشيء صحيح سبع ألوان قوس وقزح أكو صحيح سبع ملائكة أكو سبعة أيام بالأسبوع أكو سبعة مال ميت موجودة يعني هل هالقضايا نعم نعم أنا الحي هم يحترمونها من يوم سفينة نوح من بعد استغرق نعم والحياة أنقذت المخلوقات الموجودة بالسفينة نعم سوت نفسها يعني على شكل قرص وسدت الثورة الموجودة بالسفينة فمن ذاك اليوم نقذت نعم هنا الباب الرئيسي عمر الباب مو هو يعني 102 سنة بلي هنا نشوف شقائق النعمان يوم رأس السنة اللي يزيد صحيح يخلون ورود مال شقائق النعمان والبيض الملون نعم فهذا للدلالة يسمونه أنا نقوش وصلية قديمة لأن الباب معمول بالموسى نعم
ذاك بسم الله الرحمن الرحيم خالق السماوات والأرض أحفظ هذا المنزل المقدس محل الشيخ عادي المتوسط سنة 696 هجرية. نعم. شروق الشمس من تطلع الشمس ومن غيب الشمس. أكو كلام معين طبعاً يعني طبعاً يدعون أدعية. أدعية طبعاً. علمنا علم الصدر يعني كتاب خاص ما يعني هسه تمام موجود. أكو كتب كتيبات يكتبون قرايا بس. العمامة السوداء هسه والدي لابس عمامة أسود. أنا سيد مسوي. أي أهلا وسهلا. عندنا الهريسة هنا هم السودان. صحيح. عندنا الأئمة الغايبين هم عندنا. نعم. ما عش إمام إحنا عندنا إمام واحد نقول راح يجي. نعم. المهدي المنتظر مثل المهدي المنتظر. نعم. كل واحد له طريقة. أي ديانة تشوفها يعني متأثر بالمحيط مالي. نعم. بس قبل عندكم ويا البابليين قبل البابليين شوف يا حضاره يعني حضاره قديمه كلش يعني اقدم ديانه بالكون احنا صحيح. نطلق عليه ولالش اقدم مكان اقدس مكان معنى لالش يعني الصمت الرهيب الصمت الرهيب بلا صوت لازم نعم احنا نقول الكره الارضيه من كانت على شكل ماي غبار وغمام وهالقضايا ما تجبر الا نزل لالش امر المكان ورا اخوالك امر المكان من مجيء الشيخ عادي 900 سنه بس قبل الشيخ عادي كانت موجوده احنا نقول منذ الازل أي. نعم يجي يطلب مراد شيء اولا يفتح له وحده يقول الله يفرج عن العالم كله بعدين عن اليزيدية نعم. بعدين اللون الابيض محبه بعدنا نعم واللي يطلب مراث مثلا ما يجي له ذريه شيء يقوم يعقد له عقله ويطلب الدعاء والغفران من رب العالمين اولا بعدين من الشيخ نعم احنا اول شيء يعني الله يعني ما نذكر الله خوفا نعم هواي مرات ما نذكر الله 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 الله, الله خوفا ولا اسمي عط الله صحيح اكو ناس يعني يكتبون مع الاسف اللي زي ما يعبدون الله لا بالعكس احنا اول الناس اللي عبدوا الله موحدين احنا سمعنا انه هو اللي سوى الاشاعات على الازيدية الزرادشتية الزرادشتية سوت اشاعات علينا عتب الابواب ما يصير تنداس انا ما زمزم بس لا ما زمزم ما يصير افوت احنا انا ما زمزم ما يصير افوت هذا الشيخ عادي يصير أفوت هنا؟ هذا شنو المكان الجميل؟ هاي جرب زيت الزيتون هاي جرب ما زيت الزيتون تستعملوها أنتو هسا يعني بيها زيت زيتون هسا؟ النار نعم نعم كيف صحيح أكو جوا بعد شيء شكور هاي الجرات ما زيت وعند قحنا صار ملسى نور زيت زيتون لا إحنا ملسى وريحة زيت زيتون ضغط المكان سراتيب طويلة معبد مبني على أساس الكهوف الموجودة فوق فتحات بالسقوف وحسن غادر قضاء الشيخان باتجاه مدينة دهوك كلش قريب من مدينة دهوك كانت رحلة أثرية تاريخية غنية جدا شكراً